بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أبناء التلاميذ بنات التلميذات مع درس جديد من مدخل القسط بعنوان الإصلاح وعدم الإفساد ونروم من خلال هذا الدرس تحقيق الأهداف الآتية أولاً أتعرف على مفهوم البيئة ومكوناتها ثم أكتسب منهج الإسلام في العناية بالبيئة وأخيرا أتمثل قيم الإصلاح والإحسان في الحياة وكما تعلمون أبنائي بناتي التلميذات أن مدخل القسط قد تضمن مجموعة من الحقوق التي يجب على المسلم حفظها ورعايتها وأول هذه الحقوق هو حق الله سبحانه وتعالى شكر النعم بشكر نعم الله التي أنعم بها على هذا الإنسان وثاني هذه الحقوق هو حق النفس ويتجلى في الاستقامة على منهج الله سبحانه وتعالى كما علمتنا سورة الكهف من خلال قصة الفتية الذين آمنوا بربهم واستقاموا على دين الله فزادهم الله إيمانا وثبتهم على عقيدتهم وإيمانهم والحق الثالث الذي تعرفنا عليه هو حق الغير العمل الصالح وهو كل عمل يقرب الإنسان من ربه سبحانه وتعالى وقد استفدنا من سورة الكهف ما يرشدنا ويوجهنا إلى العمل الصالح من خلال قصة موسى عليه السلام في رحلته مع العبد الصالح هذا الأخير الذي قام بمجموعة من الأعمال الصالحة منها كما تعلمنا بناء الجدار الذي قام بإصلاحه وبنائه وهذا يعد مظهرا من مظاهر حفظ ورعاية البيئة إذن فحفظ البيئة ورعايتها هو عمل صالح وفي نفس الوقت هو حق من الحقوق التي يجب على الإنسان حفظها ورعايتها ومن هنا أتساءل معكم أبنائي بناتي التلاميذ عن مفهوم البيئة وما هي مكوناتها وما منهج الإسلام في العناية بالبيئة وأخيرا ما هي بعض مظاهر إصلاح البيئة وأثر ذلك على الإنسان للإجابة على هذه التساؤلات وبناء للتعلمات سأشتغل معكم على الآتي أولا مفهوم البيئة ومكوناتها ثانيا منهج الإسلام في العناية بالبيئة وأخيرا إصلاح البيئة مظاهره وآثاره نبدأ مع أول محور وهو بعنوان مفهوم البيئة ومكوناتها ننطلق في بناء مفهوم البيئة من دعامتين أساسيتين كما تشاهدون معي أبنائي إحداهما من سورة الكهف وهي قوله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا ويقول الله تعالى والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون عندما نقرأ أبناء هاتين الآيتين أتساءل معكم بما وصف الله سبحانه وتعالى الأرض وما عليها إذن الله سبحانه وتعالى وصف الأرض وما عليها في الآية الأولى بقوله سبحانه وتعالى زينة لها وفي الآية الثانية وصف الله سبحانه وتعالى الأرض وما عليها بقوله عز وجل وأنبتنا فيها من كل شيء موزون نرجع إلى قوله تعالى زينة لها
بمعنى جمالا، وكل ما يفيد هذا الإنسان. وفي قوله تعالى شيء موزون أي مقدر، ومعلوم مما يحتاجه الإنسان. إذن مقدر ومعلوم، ومعلوم مما يحتاج إليه الإنسان في هذه الحياة. إذن نستفيد من الآيتين معا أن الله سبحانه وتعالى خلق هذه الأرض وخلق فيها كل ما يحتاجه الإنسان من مقومات لاستقراره واستمرار حياته. وهذا ما سنوظفه في بنائنا لمفهوم البيئة. إذن يمكن أن نقول في تعريف البيئة بأن البيئة في اللغة هي مشتقة من البوء وهو القرار، ومن التبوء وهو يفيد الاستقرار، ولفظ البيئة يفيد المنزل والحال. وفي الاصطلاح البيئة هي الوسط والمجال المكاني الذي يعيش فيه الإنسان ويستمد منه كل مقومات حياته. إذن هذا تعريف لمفهوم البيئة. أما حديثنا عن مكونات البيئة كما رأينا في الآيتين السابقتين، فالله سبحانه وتعالى كما قلنا خلق هذه الأرض وخلق فيها كل المقومات التي يحتاجها الإنسان لاستقراره واستمرار حياته، كما في قوله تعالى والأرض مددناها. إذن هذه الأرض التي جعلها الله سبحانه وتعالى واسعة لهذا الإنسان، وألقى فيها الله سبحانه وتعالى رواسي جبالا تثبتها، كل هذا للإنسان، وأنبت فيها من كل شيء موزون، كل هذا سخره الله سبحانه وتعالى للإنسان. إذن مكونات البيئة كما قلنا متمثلة في جميع هذه المقومات التي جعلها الله سبحانه وتعالى لاستقرار حياة الإنسان واستمرارها. ومنها هذا الماء والهواء والأرض والجبال والنبات والحيوان والشمس والقمر وغيرها من المكونات التي سخرها الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان كي تكون حياته حياة طيبة وسعيدة ومستقرة في هذه الدنيا. إذن بهذا نختم ونمر مباشرة إلى المحور الثاني، وهو بعنوان منهج الإسلام في العناية بالبيئة، الإصلاح وعدم الإفساد. وننطلق هنا أيضا من دعامتين أساسيتين، إحداهما دائما من سورة الكهف، وهي قوله سبحانه وتعالى فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. ويقول سبحانه وتعالى أيضا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. إذن أبنائي بناتي نبقى مع الآية الأولى. إذن ما العمل الذي قام به العبد الصالح في رحلته مع موسى عليه السلام؟ إذن قام كما تلاحظون ببناء الجدار فأقامه. إذن هذا الجدار الذي كان مشرفا على السقوط قام العبد الصالح بإقامته بمعنى ببنائه وإصلاحه. وهنا نستفيد أن الإسلام أرشدنا ووجهنا إلى إصلاح البيئة وصيانتها وحفظها بما يحقق منفعة الغير ويدفع الضرر عنه. وفي الآية الثانية يقول الله سبحانه وتعالى كما
قرأنا سابقا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. إذن أبنائي ما هو النهي الذي نهانا الله عنه في هذه الآية؟ إذن الله نهانا بقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، والنهي يفيد التحريم. إذن الله سبحانه وتعالى نهانا عن كل أشكال الفساد في الأرض، نهانا عن كل أشكال الفساد في الأرض. انطلاقا من الآيتين معا نخلص معكم أبنائي إلى أن منهج الإسلام في العناية بالبيئة يقوم على أساس الإصلاح وعدم الإفساد، ويتضح ذلك من خلال الدعوة والحث والإرشاد إلى حفظ البيئة والعناية بها وإصلاحها وعمارتها بالعمل الصالح. وفي مقابل ذلك نهانا الإسلام عن كل مظاهر الإفساد في الأرض. ننتقل أبنائي بناتي إلى المحور الثالث والأخير، وهو بعنوان إصلاح البيئة مظاهره وآثاره. وننطلق هنا أيضا من آية وحديث نبوي شريف. يقول الله سبحانه وتعالى في الآية القرآنية: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة، إلا كان له به صدقة. أتساءل معكم هنا أبنائي التلاميذ بنات التلميذات عن السلوك العملي الذي أرشد إليه الحديث النبوي الشريف وأرشدت إليه الآية القرآنية الكريمة في إصلاح الأرض وعمارة الأرض والحفاظ عليها. تلاحظون أبنائي بناتي في الآية الكريمة يقول تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. إذا نهانا هنا الله سبحانه وتعالى عن ماذا؟ نهانا عن الإسراف، نهانا عن الإسراف. إذا السلوك العملي الإيجابي الذي من خلاله نقوم بعمارة الأرض وإصلاحها هو ماذا؟ الإسراف. ضده ماذا؟ ضده الاعتدال. إذا من مظاهر إصلاح البيئة الاعتدال والتوسط والتوازن في استغلال خيرات هذه البيئة. أما في الحديث النبوي الشريف كما تلاحظون أبنائي، فقد وجهنا أيضا إلى سلوك عملي يعد مظهرا من مظاهر إصلاح البيئة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا، يغرس غرسا أو يزرع زرعا. إذن غرس الأرض وزراعة الأرض هو سلوك عملي من خلاله يقوم الإنسان بإصلاح هذه الأرض وبالحفاظ عليها وعمارتها. إذا انطلاقا أبنائي بناتي من الآية والحديث النبوي الشريف نخلص إلى بعض مظاهر إصلاح البيئة، ومنها كما استفدنا سابقا تنمية البيئة بغرس الأشجار لما فيها من أهمية كبيرة في إصلاح البيئة وعمارتها. ثانيا العناية بالبيئة بالحفاظ على مواردها والاعتدال والتوسط في استغلال خيراتها. ثالثا عدم الإسراف في استغلال خيرات البيئة كالإسراف مثلا في استعمال الماء. وأخيرا تجنب كل مظاهر الإفساد والدمار في البيئة كالتلوث وغير ذلك من مظاهر الإفساد. أنتقل معكم أبنائي بناتي إلى بعض آثار إصلاح البيئة في حياة الإنسان المسلم.
نرجع إلى الآية والحديث النبوي الشريف. إذا تلاحظون أبنائي بناتي، عندما قال الله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، إذا الله لا يحب المسرفين، إذا الله يحب من؟ يحب من؟ يحب المعتدلين المتوسطين والمتوازنين في استغلال البيئة، وليس الذين يسرفون في ضياع خيرات هذه البيئة. إذا الله يحب أهل الاعتدال والتوسط في استغلال خيرات البيئة. وفي الحديث النبوي الشريف لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان له به صدقة، إذن إصلاح البيئة من خلال غرس البيئة وزراعة هذه الأرض هو صدقة لهذا الإنسان يجد أجرها وثوابها عند الله سبحانه وتعالى. ثم أبنائي، الإنسان عندما يحافظ على هذه البيئة، وقلنا هو هذا الوسط الذي يعيش فيه، من المستفيد الأول من هذا الإصلاح؟ إنه الإنسان، لأن حفظه ورعايته للبيئة هو حفظ لنفسه من الأضرار التي قد تصيبه بسبب الدمار الذي قد يصيب هذه البيئة. إذن نخلص أبنائي بناتي من خلال ما سبق إلى أن من آثار إصلاح البيئة والعناية بها أولا نيل الثواب والأجر عند الله سبحانه وتعالى، ثانيا أن إصلاح البيئة وعمارة البيئة يحقق للإنسان الحياة الطيبة والسعادة في الحياة، ثم أن إصلاح البيئة والعناية بها هو حفظ للنفس من الأضرار، من أضرار الإفساد التي قد تؤدي، قد يقوم بها الإنسان في البيئة. بهذا أبنائي أبناتي نكون قد استوفينا محاور هذا الدرس. وقبل الختام أترككم مع تقويم، مع تقويم تقومون به تحضرونه، وهو انطلاقا من مكتسباتك واستثمارا لمكتسباتك، اقترح خطة عملية، أو نقول اقترح مشروعا عمليا للمساهمة في إصلاح البيئة والعناية بها يستفيد منه كل أصدقائك، يستفيد منه كل أصدقائك. وفي ذلك وهنا يمكن أن تسترشد بصورة الكهف التي أرشدتنا من خلال مجموعة من الآيات إلى إصلاح البيئة وعمارة البيئة. أبنائي بناتي، بهذا نأتي إلى ختام الدرس. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا ويوفقكم لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.